بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما صحة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ ذكر العلماء رحمهم الله أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف من جهة السند،